طبعاً. هلو على ليبا، هلو زوزامن، أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء الصف الثاني الابتدائي grade 2 class 5. heute haben wir eine neue Lektion, es ist die Familie. النهاردة عندنا درس جديد اسمه دي فاميليا، يعني العائلة أو أفراد العائلة. هنتعرف فيه عن أسماء أفراد العائلة عندي، زي أول واحد عندي الجد الكبير اسمه أبا. اسمه إيه؟ أبا. أو ممكن نقولها بكلمة تانية ناخدها بعد كده اسمها كروس فاتر. أوكي؟ الدرس أو الكلمة التانية الجدة أما. أما يبقى أبا أما. أبا أما. عندي بعد كده دير فاتر. فاتر. فاتر يعني الأب. موتا 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 يعني الأم. بعد كده برودا 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 يعني الأخ. برودا. شفستا شفستا يعني الأخت. إيه حكاية دير وإيه حكاية دي وإيه حكاية دي داس؟ دير ودي وداس دولت عبارة عن أدوات زي كلمة ذا in English. وآين وآين دولت دي عبارة عن أدوات زي مثلا أو آن في اللغة الإنجليزية. طيب دير دي بتيجي مع المذكر، دي بتاعت المؤنث، داس دي بعض الكلمات هنعرفهم مع بعض كده، بنحفظ كل كلمة بأدتها. طيب دير أي اسم مذكر من أفراد العيلة بيبقى إيه؟ دير يعني دير فاتر دير أوبا دير برودر. خلاص؟ طيب لو دي مؤنث يبقى دي موتا دي أما دي جفستا. خلاص؟ أو أين فاتا أين أبا أين برودا أين موتا أين جفستا أين أما. طيب لو أنا حبيت أقول بابايا مامتي وهكذا فبقول إيه؟ ماين فاتا. لو مامتي لو بابايا أنا فبقول ماين فاتا، مامتي أنا فبقول ماين موتا. يعني لو الكلمة اللي بعد ماين ديت مذكر فبستخدم ماين، لو الكلمة اللي بعديها مؤنث بستخدم ماين. يعني بعتمد على الأداة، لو الكلمة أدتها دي هستخدم ماين، لو الكلمة أدتها دير هستخدم ماين. طيب وداس هتبقى ماين طبعا معروفة. طيب نيجي لدير فتبقى مثلا لو أنا عايز أتكلم عن حاجتك أنت بقول إيه؟ داين. لو حاجة اللي بعديها مذكر داين فاتا داين برودا داين أوبا وهكذا. طيب لو مؤنث فبقول له داينة أوما داينة موتا داينة شفيستا وهكذا. ده بالنسبة لماين وماينة وأفراد العيلة خدناهم النهاردة أوبا أوما فاتا موتا برودا شفيستا، وعرفت أدوات بتاعتهم أي مذكر دير أو أين أي مؤنث دي أو أين. لو أحب أتكلم عن حاجتي فبقول ماين، إذا كانت مذكر بعديها فبقول ماين فاتا وهكذا، لو كانت مؤنث بقول إيه؟ ماين. طيب لو كان بتكلم عن حاجتك أنت فبقول إيه؟ داين فاتا أو داين موتا إذا كانت مؤنث. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist alles und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.